الغنى دلوقتي غير غنى التسعينات، غير الغنى اللي انت كنت يعني، انت جيل طبعا هشام عباس وإيهاب توفيق، وده غنى وحكيم، هل ده وقت غير الوقت؟ هو الغنى واحد في طول الوقت، بس هي الفكرة المزيكا اتطورت، بقى في شوية كمبيوترايز جوه الموضوع، السنس أقل، كل ما بتيجي غنوة بقى السنس فيها عالي وفيها آلات لايف أكتر شوية وفيها إحساس أكتر، بتنجح أكتر، على الرغم من الأغاني برضو اللي فيها تكنولوجي بتنجح. يعني الهاوس جه موضة، هو نفس كان الديسكو في الوقت يعني بتاعنا زمان، الأغاني التكنو، وهو تطور طبيعي، بس شوية الموضة بتخلص، يعني الموضة تزهقي منها وتخلص، وتفضل الغنوة اللي بتعيش هي برضو الأغنية الحلوة أيا كان شكلها. بس انت طول عمرك متطور عن جيلك كله، يعني طول عمرك عندك كده جزء فيه شيء سامع بره، غير ان انت طبعا بتضرب جيتار وعازف وكده، انا بحس ان عندك حاجة متطورة شوية. بصي، هو لازم، هو المفروض تتابعي ده شيء، بس هو المهم وانت بتتابعي بقى تعملي ايه، انت فين من الحكاية. يعني المزيكا عندنا انا شايف يعني متطورة اكتر من السينما. السينما بره راحت في حتة تانية خالص، بقى في جابة كبيرة جدا جدا في الامكانيات فظيعة، انما الغنوة لا، الغنوة عندنا نقدر نعمل اغنية ار ام بي، نقدر نعمل اغنية هاوس، نعمل اغنية تكنو، نعمل أغنية ونعملها زي الجانرا مظبوط، وعندنا والحاجات بتاعتنا بقى المقسوم بتاعنا بنعمله برضه. دلوقتي في ناس مكسرة الدنيا، في برونو مارس ده قد كده اهو بيرقص وبيغني ومدغدغ الدنيا باغانيه، في فرال، في مثلا اتشيرن بيمسك الجيتار وبيغني ويعمل لوبس على بعض وهو بيغني، في اشكال. انا لازم اتابع ده عشان وانا بقدم اعمل حاجات مختلفة.